صباح الخير هيفاء بكر، صباح الخير مشاهدينا. إذا لم تر النور فكن نورا للآخرين. هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم، راح تشوفون قصة البعض ممكن يشوفها شبه مستحيلة مع الشاب طه من بغداد. طه شاب بسيط من مواليد 1997، لكن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمعنى ضرير يعني ما يشوف. لكن بالرغم من كل هذا طه ما استسلم للإعاقة مالته، بل تحدى الجميع حتى يوصل على ما هو وصل عليه اليوم. ما راح أطول عليكم، خلينا نتعرف على قصة طه، خليكم ويانا. مرحبا. يا اهلا وسهلا. شنو تقربين الطاهر؟ امه. اهلا وسهلا. شنو الصعوبات اللي واجهتوها ويا طاها لما دخل المجال الرياضي؟ اول شيء ابو عرب، لان يعني كان صعوبه عليه يشوفه، يعني التمارين وصعبه يعني. فبالنسبه لي لا، انا يعني حاولت كل طاقتي اخليها ويا طاقه طاها، حتى اخلي له يعني شيء يطلع من بال ما مالته، يعني يحس بأنه هو عايش متفاعل بالحياة، ساعدته. لكن هو يعني هي مو مساعدتي لها الفضل، وإنما هو إصرار عنده بالداخل، وهو يعني أساساً هو انولد بطل، نظر ضعيف كان، فشوي شوي يبدي يصعب إلى أن تنطفي مثل الشمعة وتنتهي. لكن أنا بهاي الفترة حاولت أشوفه كل شيء، يعني أنا بهاي الفترة هو يتذكر أنا أخذ له أحسن طوبة على مدير راح يلعب بيها ويطل ويتجهل بالشارع، لان انا اعرف حيسقط هاي، لكن لازم يعرف شنو الطوبه وشنو هي الزاويه وشنو الهدف وشنو المدافع. خليته يلعب وياهم، اوديه اشوفه شنو الجبل شنو المي شنو الطيور انا حطيته يعني. وطبعا انا يعني خضعت نفسي طبيب نفسي، علمني شلون اتعامل وياه حتى اخلق من عند انسان يعني متوازن وقابل نفسي. طه، اريدك تحكي لنا حاليا هاي الحاله اللي انت بيها، حاله من الولاده ام حادث ابو امر معين؟ لا صارت يعتقد من الولاده، كان عندي شويه نظر قليل، كنا نقدر نتلاحق نتعالج، بس بسبب الحصار ما قدرنا بوقتها لحد عمر 6 سنين انتهى النظر كلش. حاليا هسه اقدر اعالج، بس تقدر تقول انا ما عندي رغبه وخلاص، يعني ما عندي مستقر هيك كلش. طيب انت كشاب شلون راح تمارس حياتك اليوميه الشبابيه؟ والله بالعاده بالايام العاديه يعني يكون يومي يبدي الساعه 6 الصبح، الحق اتريق، اسوي اي شيء، اروح للجامعه، من الجامعه يا دوب اخلص الحق اتغدى، يعني اغذى نفسي على السريع، اروح للتمرين من الثنتين للاربعه ومن احدى للثلاثه اخلص التمرين، ارجع اكون يعني منهك الى درجه كلش كبيره. طيب شنو المضايقات اللي تعاني من عندها او انتقادات؟ بصراحه اكبر مشكله يواجهها المجتمع هي التنميط. اكو صوره نمطيه معينه عن المكفوفين لازم اني التزم بيها، اخلاق معينه، سلوكيات معينه، مكفوف لازم واحد وياك، مطلوب تطلع وحدك.
تشوفك تعبر الشارع ما يحس بحسابه انت تقدر تعبر الشارع، يجي قبل لزميلك تعال مثلا اعبرك. اصير اكثر من حاد المجتمع ما يعرف شلون لازم يتصرف وياك، هاي مصيبه. هم بداخلهم يريد يساعدك يحبك، انا ما انكر هذا الشيء، بس المشكله ما يضايقوك وما يتقبل انت تقدر تمشي امورك بوحدك، هاي المشكله. دائما يساعدك رغبه منك بدون رغبه، طلب بدون طلب، وهالشيء ده يسبب هواي مشاكل بالشارع. يعني كل ما اطلع عن الشارع يوميه قصه، ما اتمنى في اليوم اطلع يكون وضعي مستقر بدون مواقف محرجه بدون كذا ما تجي. طيب حاليا يا طه انت باي مرحله دراسيه واصل وشنو تدرس؟ حاليا انا مرحله الثالثه كليه الاداب جامعه بغداد، ادرس قسم علم النفس. ان شاء الله. ليش اخترت هذا القسم بالضبط؟ اخترت هذا القسم بصراحه، يعني يجوز راح اقوله تعتبر من عندي مثاليه، بس ثق واعتقد انا ما دخلت هذا القسم بالذات وقاتلت على مود وتحاربت من القسم نفسه يلا استقرت بي الا على مود اكسر هذا الحاجز وافتح خيار جديد للمكفوفين الاجيال الجايه يدخلوه. هذا القسم ما بأي ميزة مثلاً علمياً، أنا صح أحب علم النفس بس أقدر أقرأه عن طريق الكتب، تعيينات، كل موقع مثلاً بناية حلوة، كل هاي مميزات ما بأي علم النفس، بس أنا دخلت على مودي أكسر هذا الحاجز المكفوفين، ونفس الوقت أستغل الفرصة أختص بعلم النفس الرياضي إن شاء الله بعد ما أعتزل من الجودة.